مساكم الله بالخير مشاهدينا، وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج سلام يا كويت عبر شاشة قناة الكويت الفضائية. يمكن في أشياء تكون محزنة مرات ما ودنا تصير، لكن تصير، ما نقول بس بالكويت، يمكن في أي ديرة تصير، لكن وقت اللي تصير هذه الأشياء وهذه القضايا تعور قلوبنا ونتضايق، يمكن أباء وأمهات وحتى الصغار يمكن يتضايقون لما يشوفون صور أو يسمعون عن مشاكل مثل هذه المشكلة اللي راح نتكلم عنها الحين. في طالب في الابتدائي، في ثالثة ابتدائي المرحلة الابتدائية، هذا الطالب تعرض، ما ندري إذا هو بقصد أو بدون قصد، لإصابة في واحدة من عيونه، وهذه الإصابة يمكن أيضا إذا تكلمنا بعد شوي مع والد الطالب هذا الطفل اللي هو هشام راح يفصل لنا أكثر حتى عن موضوع إصابته وشنو اللي تعرض له في عينه. لكن إحنا يمكن اليوم هذه قضية نطرحها، إحنا ما نكره وزارة التربية ولا في شيء بين يمكن أبو الولد ووزارة التربية، ولكن في قضية موجودة وفي مشكلة موجودة تحتاج إن إحنا نتكلم عنها نطرحها. إذا كان في مسؤولية يتحملها شخص يتحملها، سواء كان مدرس أو مدير مدرسة أو مشرف أو غيره. فمن هذا الباب احنا راح نتكلم مع الأستاذ المساعد المانع أبو يوسف عن قضية ولده هشام اللي تعرض لهذه الإصابة. أول شيء أمس عليك بالخير، مساك الله بالنور والكرامة أبو يوسف. يمكن أنا أعطيت شيء بسيط بالبداية، لكن حابين تكلمنا بداية عن أول القضية هذه، شنو صار؟ أنت بعد كان في عندك مشكلة قبلها، قبل فترة، صح؟ ناخذ الأولى ولا ناخذ الثانية؟ إيش رأيك؟ الجديدة نبدأ بالحاضرة، نبدأ بالجديدة. بالجديدة شو اللي صار؟ شوف أنا راح أبدي وياك مو من الحادثة نفسها، ولكن في حوادث بسيطة سبقت هذه الحادثة. حلو. يعني على سبيل المثال يوم الخميس اللي كان قبل هذه الحادثة، يعني الولد كان يقول لي بابا طالب طقني بقلم. زين قاعد يبكي الولد. قلت له رحت الإدارة، رحت حق المشرفة، كلمت المدرسة. كان يقول لي طقني الولد بالحصة، وبعد الحصة رحت للوكيلة. زين شنو الإجراء اللي خذيت المدرسة بالصف لما طالب يقوم يطق طالب بقلم؟ تخيل لو طاق القلم في مكان حساس مثلا رقبته، نعم، شنو راح يصير بهالطالب؟ يعني أنا ولدي داز المدرسة أمانة، صحيح، المفروض اخذه مثل ما دزيته، صح ولا لا؟ لا، حتى هو امانه، بس ممكن يصير شيء لا ارادي، يعني المدرس ما يقدر يحرص كل الطلبه، لكن لما تصير هالقضيه لازم يكون في تدخل من الاداره. هذا قضاء وقدر. اي لازم يكون في تدخل من الاداره. سالته قلت له رحت الاداره سووا شيء؟ يقولوا لي تعال يوم الاحد نتخذ الاجراء. زين اذا السالفه بردت، المفروض بردت. بردت الخميس للاحد، خلاص المفروض انك انت تتخذ اجراء مع هذا الطالب اللي تجرأ استخدم القلم، لأن هذا يعتبر ترى سلاح. صح. خلنا من هذه الحادثة. يوم الاثنين يعني الطالب يبكي ومن وراء رقبته هني أحمر. قلت له إيش فيك؟ كان يقول لي أنا كنت قاعد أبطل جنطتي وأطلع مساحة. زين. جيت أبلة العربي كان تدزني من راسي ويطق راسي بالطاولة. قلت أنت من صدقك؟ أنا أعرف ولدي شيطان. قلت له أخاف شيطان مسوي شيء؟ كان يقول لي والله يا بابا ما سوي شيء، اللهم اني انا قاعد اطلع مساحه من الجنطه. حلو. جيت ثاني يوم للمدرسه واستدعيت الابله الفلانيه. تبي اقول مادتها ولا ما لها داعي؟ الابله. مسكتها قلت لها ايش تقول؟ لا انا مو قصدي، وانا قلت لها ابله تبين تطقين الولد او بتعاقبينه او تحسسينه بالذنب؟ على ايده خفيف يعني زفيت جدا مسكت خد، يعني شوي كذي مسكت خد. يعني ما اقول لك الذون لا تقربين يمها، العيون لا تقربين يمها، الوجه الرسول عليه الصلاه والسلام كرم الوجه ونهى حتى الابو انه يضرب ولده على وجهه. صحيح. انت خذيتيه ودزيتيه وطق راسه بالطاوله، يعني الولد في ارتجاج بالمخ، صار في اصمخ، منو يعني يعوضني على العاهه او التلف او الضرر اللي حصل حق ولدي؟ ولدي كره المدرسه شلون؟ وش اللي سواه الولد علشان يتعرض لهالضربه هذه؟ يعني حتى ما سوى شيء، يعني ما سوى شيء. حسب طفل الكلام ثالث ابتدائي عمره 8 سنوات، طبعا راح يكون حرج، وطبعا راح يكون يتلفت وما يتلفت. طبعا انا ما اقول لك مثلا الابله مو قادره تجذبه، احنا ما نبي نتطرق على هذا الموضوع. نعم. في اولاد مهما تستخدم من وسائل تعليميه ممكن يكون مخه شارد، ذهنه شارد، بباله شيء ثاني،
لكن ما توصل اني انا ادزه واطق راسه بالطاوله. انت ابو يوسف مدرس بعد. انا مدرس رجل بالوزاره وعارف من التدريس من زمان وعارف يعني ان الطالب مهما كان عمرك ما تهينه قدام طلابه. نعم. قدام زملائه قصدي. انت اذا انت هو راح يكره الماده، راح يكره الصف، راح يكره المدرسه. صحيح. جيت كلمت الابله، المهم الابله اعتذرت. الحكي يوم الاثنين. هذا الحكي يوم الاثنين الصبح، اعتذرت وقالت انا مو قصدي. انزين قلت لها طالما يبا اعتذرتي انا ما ابي منك شيء، بس اتمنى انش تحببين الولد هذا فيك. لا تخليني يكره، يعني ابوه مدرس الماده والولد كاره الماده ما يصير. صح ولا لا؟ يعني صحيح. قويه بحقي انا. فتاسفت الابله واعتذرت وما صار. انتهى الموضوع. انتهى الموضوع. ومشيت. ومشيت. الحكي الساعه كم؟ الحكي هذا ممكن الساعه 9 ونص. 9 ونص. 9 ونص. طبعا انت تدري احنا موظفين. والموظف عنده 4 استئذانات بالشهر. نعم. يعني انا بهاليوم ماخذ استئذانين. عشان هالمشكله هذه. الحين جايك بالدور. زين. دقت علي زوجتي الساعه كم؟ الساعه 11. عشان تقول لي دقوا علي المدرسه ولدك عينه رايحه بس ما فيها شيء. قلت لها شلون عينه رايحه ما فيها شيء؟ عشان تقول لي تعال وسر خير. رحت. رايحه بس ما فيها شيء. رايحه بس ما فيها شيء. زين. انا طبعا انت تخيل لما واحد يدق عليك يقول لك عين ولدك رايحه، شو يصير فيك؟ الله يعينك بالطريق، شو يوصلك المدرسه؟ شو ريلي ريلي مو قادره تشيلني. قمت دشيت على الاداره وقعت استدان على السريع وكتبت لاسباب خاصه عشان اطلع. وركض المدرسه. دشيت المدرسه لقيت امه قاعده ولقيت المديره قاعده، حتى والله المديره مستحيه مني يعني. انا مو جايكم اليوم الصبح موضوع الحين اجيكم بنفس الموضوع. ما يمدي. يعني ما يمدي. ما يمديك. يعني نفس الولد انا راجع عليه مرتين. فقالت والله ما ادري ايش اقول لك، والابله مو قاصده، والابله ما ادري شنو، وهي عصات موسيقى الظاهر خذت اقوال الابله او شيء كذي. خل شوف يا ريت مخرجنا واحنا نتكلم يعطينا بس صوره الولد على الهواء. تفضل مساعد. المهم قالت انتم الحين المهم تاخذون الولد تودونه الطبيب. زين. طبعا انت تخيل الولد من صارت في الاصابه ترى قاعد ساعه تقريبا او ساعه ونص بالمدرسه. بالمدرسه يعني حتى ما ودوه المستشفى او لا ما حد وده اساس حاطين له ثلج او شيء كذي يبون يوقفون الدم اللي نازل من جفنه. زين. قامت الام خذته على طول حولوها وين؟ مستشفى البحر. الطبيب طبعا اول سؤال ساله شنو سبب الاصابه؟ قال للمدرسه. طبعا هي ام الام قالت للمدرسه، قال لها هذه تعتبر يعني حسب لازم تروح فيها تراجع فيها التحقيق، اذا تحقيق لا تعتبر اعتداء. تقريبا مستشفى البحر موجود يعني هذا التقرير. المهم خيطوا الجفن، الجفن ماله مشقوق، خيطوه غرزتين. زين. يعني انت تخيل لما الضربه هذه ابو يوسف على كلام غرزتين بالجفن. غرزتين بالجفن. انت بس مو بس الجفن، الضربه مو جايه بالجفن، الضربه جايه بالجفن وجايه تحت العين وياي على جنب العين. يعني شوف انت شنو سمك العصات. شنو عصا بسبول ولا شنو؟ والله ما ادري، على كلامهم يقولون انها عصات طبل. زين. واحنا ما نبي نكذب الناس، على قولتهم الانسان مصدق حتى تثبت عليه التهمه. نعم. فسووا له اعتقد اشعه او تحليل بالمستشفى وقال الله يسلمك في التهاب في قزحيه مات العين. انت تخيل طالب عمره عنده فترة امتحانات لا تنسى. نعم. عنده يوم الانصاب عنده اختبار واليوم اللي بعده عنده اختبار، يعني فترة اختبارات الابتدائي الاسبوع اللي فات. صحيح. المهم الطالب العلاج ماله يعطونا كورتيزون. الدكتور ايش قال؟ قال خلال اول 3 ايام راح تكون عنده الرؤية بالعين شبه معدومة. اول 3 ايام. اول 3 ايام. فانت تصور شنو نفسية الطفل لما عينه هذه يشوفها او ما يقدر يشوف فيها، تكون نسبة الرؤية فيها مثلا خلينا نقول 10% او 20%. شنو نفسيته؟ شلون راح يدرس؟ اكيد يعني راح يكون له تاثير مو سلبي الا جدا سلبي على مستواه في الدراسه. انا ما اقول لك ان الولد متفوق. هالحكي انت بالمدرسه لما جيت وعند المديره وامه موجوده والولد موجود، المدرسه ما كانت موجوده. ما كانت موجوده. ما شفتوها ولا كلمتوها. شوف الام شافتها اللهم قالت لها شيء واحد، قالت لها انا مو قاصده ومشت. بس. هذا اللي حصل. زين، بالمستشفى انت قلت انه قال لك يبي له 3 ايام تكون. هذا كلام كلام الدكتور لأمه. 3 ايام. هذا كلام الدكتور لأمه، قال لها 3 ايام راح تكون الرؤيه له ممكن تكون شبه معدومه. زين. انا اليوم سأل الطفل او ولدي قال لي بابا ترى انا اشوفه مغبش بعيني. شوف الحادثه متى؟ للحين صار له 5 ايام. الى اليوم قال انا اشوف ترى مغبش بعيني، ما اشوف فيها عدل.
وقاعد تتجنب يعني تشوفه يسكرها ويطالع بالثانية. زين. يعني أنت تخيل لما يداوم بالمدرسة ومبطل عين أو مسكر عين شوية ومبطل عين، وخذ من الطلاب أو من الزملاء اللي معه بالصف اتنازة وكلام وكذا وكذا شيء شغلات تجريحية، أكيد راح تتعب نفسية. شنو كانت ردة فعل الإدارة يعني وقت أنت تقول كانت المديرة موجودة بس يعني مستحية، شنو كان الحوار الكلام معاهم؟ والله شوف الحوار حسيت منهم، الحوار أنا كلمتها هي كانت أول شيء تبي تهديني الصراحة. استقبلتني المرأة وقالت لي والله أنا ما أدري إيش أقول لك وهذا قضاء وقدر. إنزين قضاء وقدر شياب العصاية. شلون كان قضاء وقدر؟ شلون جت الضربة على هي يعني قالت لي هذا. أو رواية المعلمة لها إنه كان في هي معلمة احتياط مو معلمة الصف. هي جاية حصة احتياط. حصة احتياط. مو مدرسة معاهم على طول. مو مدرسة. كان الطلاب كلهم عندها على الطاولة وهي قاعد تطقطق، هل هو ضعف بالشخصية إنه ما عرفت تسيطر على الصف اللي صاير الصف فوضى؟ زين. أو هذه رواية مختلفة، لأن أنا سألت الطفل، الطفل قال لي رواية مختلفة 180 درجة عن الرواية اللي قالتها المعلمة. افرض إن ولدك حرج ولا أيا كان، لكن ما يوصل الإصابة تكون ضربة بالطريقة هذه إذا كانت متعمدة، لكن إحنا نحط مثل ما قلت أنت النية الزينة، نقول إن شاء الله إنها مو متعمدة يعني. أنا ما أقول متعمدة، وما زلت إلى اليوم ما أقول متعمدة، حتى الطفل نفسه قال لي بابا مو متعمدة. فسألته قلت له ليش مو متعمدة؟ بس أنا أخلص رواية الإدارة وأتخلك برواية الطفل. كمل. قالوا لي قاعد تطبل على الطاولة أو قاعد تطق على الطاولة تبي تسكت الطلاب، والطلاب دار مدارها متيمعين. زين. الولد مدري من أي زاوية طلع ويت العصاية بعينه. هذه روايته. زين. رواية يقول يوسف. هشام شو يقول؟ هشام شو يقول؟ يقول بابا أنا كان عندها طالب واحد واقف. زين. وكان في طالب قاعد يبكي. يقول أنا الفلورايد كان حاطين الصحة المدرسية فلورايد بحلوجهم. خر من حلجه وهو لعب فيه او شيء كذي، يقول ايدي قامت تدبق وماني عارف، قام يضايقني. يقول رحت حق الابله قلت لها ابله بروح اغسل، يقول ما شفت الا اقعد مكانك. اقعد مكانك يتبع عينه. اي فهي تسوي له شيء بتاشر له بالعصايه ارجع مكانك او شيء كذي، جت العصايه بعينه. قلت له يعني مو قازه مسوي شيطانه او متشيطن وياي تناديك تعاقب؟ يقول لا بابا هي مو جايه تعاقبني، بس انا رحت لها وبيني وبينها مسافه والعصايه كانت نازله. نعم. بعد ما خلصت كلمتي قلت لها بروح اغسل ايدي كانت تي العصايه. يقول انصدمت انا لحد الحين، يقول انا ما ادري ايش طقتني. زين حسب التقرير هذا ابو يوسف صارت قضيه، انت رحت المغفر سجلت قضيه فيها؟ والله شوف وهو الدكتور صراحة عشان بروح لك بعدين للجانب القانوني بوزاره التربيه، يعني هل تراجعتهم ولا لا؟ بس خلني اخذ اول شيء الامانه. انا يوم امه خذيت الطبيب انا كان عندي دوام يعني لازم انت تعرف المدرس لازم يغطي حصته، الله يعينك، فاضطريت اني ارجع لدوامي. المهم راحت الام حولوها وقال لها اعطاها التقرير الطبي، قال لها تروحين المغفر، او اعطاها التقرير وقال لها لك حق تروحين المغفر. بالضبط ما ادري شنو كان كلام الدكتور، دقت علي قالت لي تعال المغفر حق ولدك كذا كذا الموضوع. رحت المغفر رفعنا قضية. طبعا أنا تبي الصراحة والله كنت متردد أرفع، قالت لي إذا أنت مو خايف على عين ولدك، أنا ولدي ملاقيته بالشارع، اسمح لي بالكلمة، يعني أم العيال، أم العيال يعني ولدها بقلم ومطقوق راسه بطاولة واليوم الثالث عينه أنا أقول لك الأم انهارت للأمانة صراحة حقها، يعني ما أقدر أقول لك مثلا تبالغ، يعني يا جماعة ما في أغلى من الظنة، وما العين إذا راحت ما تتعوض. رفعنا القضية والمحقق يعني ما شاء الله عليه كان رحب فينا وتجاوب ويانا وقال يعني حاول انه يهدي الموضوع بطريقة شوي دبلوماسية، ولكن كانت هي مصرة. رفعنا القضية وحولوا الطفل لأدلة الجنائية، راح الأدلة الجنائية ثاني يوم الصبح. طبعا كلام الأدلة الجنائية قال مستحيل ان تكون الإصابة، طبعا التقرير هو قال كلام شفوي، بس ولكن واضح انها ضربه واحده مو ضربتين، يعني لان على المكان اللي انت قاعد تقول الجفن من فوق هذا الشق اللي هني اللي تخيط، والضربه هني واصله لهني، يعني هذه الجهه كلها مثل ما نشوف. هي ضربه واحده مثل ما قاعد تشوف بالشاشه الحين، هي ضربه واحده. ضربه واحده. ضربه واحده. طبعا كلام الدكتور بالادله الجنائيه يعني اهم شيء اللي مكتوب بالتقرير، ولحد الحين ما طلع التقرير. زين. ولكن اللي قال الشيء الوحيد مبين ان العصايه شوي متينه.
هذا كلام الشفوي قالوا ما يؤخذ فيه، انت تاخذ بالكلام المكتوب بالتقرير بس. نعم. اساسا يقولوا لي باكر تقولت على الادله الجنائيه ولا شيء، لكن على قولتهم احنا نقول الكلام اللي حصل. سالت الولد قلت له طاقتك بعصاته ضعيفه ولا متينه؟ شو يقول لي متينه. قلت له عصات طبل ولا عصات ثانيه؟ شو يقول والله ما ادري يعني ما يعرفها. هو ترى صغير يعني 8 سنوات، يقول يعني ما دققت على عصات، هل عصات طبل ولا عصات عاديه؟ يقول بس العصات جتني. قلت له اكيد طقه واحده. شو يقول لي هي طقه واحده وانا طحت بالقاع. وولدي من نوع شويه الفكاهي يعني حتى وهو متعور ينكت بعد. رحت ثاني يوم، سأل الله يحفظه ان شاء الله، الله يسلمك. رحت ثاني يوم المدرسه، استغفر الله، امه راحت المدرسه تبي تختبره. زين. تصور قالت لهم يا جماعه الولد حق امتحان ثاني يوم، يعني عنده امتحان. كان يقول لها الولد جاي داوم من الصبح لنهايه الدوام ولا ما يمتحن يا تاخذيه للطبيه. زين. قالت لهم ولدي عين واحده، عين هذه ما يشوف فيها وتعوره وما ابي مثل هم طاقينه وهم ما يمتحن. زين. وما ابي احد يتقشمر وياه ولا شيء، سبحان الله يعني. زين. خصوصا انه بهالي ما ادري هل الادويه تدوخ او شيء كذي، كان يعني من يوم الإصابة لليوم الثاني كان الولد شوي كله نحسان. هل من الدول؟ هل معطينا بنت؟ ما أدري بالضبط. فاضطرت أنها تأخذ طبية ورجعت. قلت لها حتى أخذت ما امتحن يعني؟ ما امتحن. قلت لها حتى خذيت يوم واحد إشحقه من المستوصف، كانت تقول أنا خاف تراكم علي الاختبارات ويكون أداء مو مثل أداء مع زملاء أو شيء كذي، فقالت يوم واحد كافي، اليوم الثاني حاول أخليه داوم. تخيل اليوم الثاني داوم من الصبح لنهاية الدوام عشان يختبر، وكان عنده اختبارين في يوم واحد. زين ابو يوسف، ما فكرت انت يعني من ثاني يوم على طول ان انت تروح مثلا الشؤون القانونية، تروح وزارة التربية، تحاول تقدم شكوى؟ بالذات انت قاعد تتكلم ان حتى الامتحان وكأنه صار نفس التعسف فيه، يعني جاي انه يداوم طول اليوم وهم عارفين وضع الولد من امس، ان الولد تعرض اصابة بعينه وانه وضعه 1 2 3، يعني حتى هذه ما تسألوا فيها، ما حاولت ثاني يوم تروح؟ انت تبي الصراحه، امه قدمت شكوى عند المراقب. قدمت شكوى عند مدير المنطقه. انا رحت الشؤون القانونيه عشان استفسر عن قصه ان الطالب يداوم من اول اليوم لنهايه اليوم او ياخذ طبيه. لان يعني انا ماني قايل لك انا مدرس، اعرف كثير من الناس اذا الولد كان مريض الاداره تتساهل تقول خليه يمتحن ويطلع، فما بالك لما تكون المدرسه نفسها هي المتسببه بالمرض او بالاصابه. نعم. يعني المفروض يكون في تساهل او تعاون. انا ما اقول لك قايل لك ان الاداره مثلا كانت قاعده تحاول تضيج علي، لا بالعكس، والله دشيت حتى ثاني يوم دشيت يعني كانوا مرحبين فيني، ولكن كانوا متضايقين على موضوع ان الخبر منشور في احد وسائل الاخبار او تويتر او انستغرام. نعم. حتى قلت لهم يشهد الله مو انا اللي ناشر الموضوع. يعني اذا الولد ابوه ما نشر الموضوع، ترى عنده ام وعنده خوال وعنده عمام، والولد غالي عند اهله. يعني في ناس انت ما شاء الله عليك صدق رحب وايد ابو والله يوسف. شوف يشهد الله يعني وايد متفهم، وايد مو حاب ان انت ترفع قضيه، مو حاب ان انت حتى تطلع يمكن وسائل الاعلام، مو حاب ان انت تكتب تويتر وسائل التواصل، يعني مو حاب ان انت تسوي قضيه من الاساس، لان ما في عداوه بيني وبين مثلا اداره المدرسه او بيني وبين المدرسه، او ماني من نوع لولي الامر اللي تصيد زلات المعلمين او المعلمات. نعم. يعني اضرب لك مثال، انا لو كنت ادور مثلا المشاكل ابله العربي ليش تنازلت عنها وليش سامحتها، مع ان ابله العربي هي اللي تفيدني. لو اضغط عليها راح استفيد ان ممكن تتساهل مع ولدي بالدرجات او بوسيله اخرى، لكن ابله احتياط لماده اصلا مو اساسيه. نعم. شنو الفائده اني مثلا اقوم اشتكي عليها او اقوم اروح للمنطقه التعليميه؟ ما حاولت مثلا المدرسه تتصل فيكم بالبيت بام العيال تحاول تعتذر تقول يعني انا ما كنت اقصد، الوضع صار كذي، انا اسفه، ما يعني ما توقعت انه يوصل الوضع كذي او ان الولد يتعور بهالطريقه، ما صار هالشيء ابو صدق ولا فكرت انها يمكن ترفع السماعه. انا ما اعلم الغيب انها فكرت او ما فكرت، ولكن يعني لو استحت انها تكلمني المفروض تدق على امها تكلمه تعتذر. يعني انت تخيل لما احد مثل ابله العربي يوم اعتذرت سامحناها، هذه لا اعتذرت
ولا دقت. احنا لو باركن سياره ارجع بالغلط شيء بسيط، زلق بسيط صغير، ما ارتاح اني امشي، لازم احط رقم تلفوني واسمي بورقه، ترى انا عورت سيارتك فاتصل فيني عشان اصلحها لهالدرجه، فما لك تطق ولا تبي اضحكك. يعني تبي اضحكك؟ يعني اليوم يسولف لي ولدي يقول اليوم انا شايفها ماسكه عصاي. اليوم ماسكه عصاي، هذا شنو دليل؟ اليوم معقوله؟ تدري هذا دليل شنو؟ من امن العقوبه سال ادب. ما في رادع، لو كان في اجراء حازم معاها صدق ممكن تاخذ لها رده فعل اسبوع، شهر، شهرين، 3 شهور، نقول ما تمسك عصايه. عشان شنو؟ خلاص انقرصت من الموضوع. وين ممكن تمشي بالقضيه هذه ابو يوسف؟ تستمر بالقضيه، بتمشي فيها، بتحاول تدق ابواب وزاره التربيه؟ انا عشان اذا كان في ممكن عقاب ان هذه المدرسه اللي يعني تسببت بهذه الاصابه لولدك انها تاخذ عقوبه. انا شوف لو بمشي بهذه القضيه ولدي تعور وخلص، اقولتهم خذ الاصابه وانتهى، ولكن انا راح لو بمشي بالقضيه راح امشي على اساس ولدك ولد غيرك لا يتعرض لنفس هذا الموقف. نعم. يعني انت دخلت الصف حملت عصات واصاب طالب، هالطالب هذا خليك من ولي امره، ولي امره مو دايم له، لكن تخيل لو راحت العين بيعيش طول عمره بهذه العاهة. نعم. وطول عمره راح يحس بعودة نقص، وطول عمره راح يكون موضع للسخرية بسبب هذه الإصابة اللي ما له هو ذنب فيها. أنا بس عشان يعني الحق ينقال لشخص محترم جدا وهو الأستاذ ضيدان العجمي مدير العلاقات العامة في وزارة التربية، هو مطرش لي يقول على لساني كذي، يعني مطرش لي بالواتساب يقول على لساني: لن نرضى على طالب أو طالبة من أبنائنا أن يتعرضوا للأذى البدني أو المعنوي، نحن نعلم ولا نضرب، والذي لا يستطيع أن يتماشى مع أنظمة وزارة التربية ليس له مكان في التدريس. جزاه الله خير ما قصر. يعني عسى على القوة على تفاعله أستاذ ضيدان العجمي. أنا يعني الوقت سرقنا أبو يوسف، أخذنا، إذا في كلمة أخيرة حاب تقولها في نهاية هذه الفقرة، إذا تبي توجه يعني لوزارة التربية كلمة أو إدارة المدرسة تفضل. أنا والله شوف أول شيء أبي أشكر وزارة التربية، يمكن أخذنا الوقت وما راح أتكلم عن الموقف السابق، ولكن أنا حصل لي موقفين وللأمانة وجدت بيبان الوزارة مبطلة لأي شكوى. نعم. ويستمعون بصدر رحب لأي ولي أمر، ولكن الرسالة اللي أبي أوصلها أن في المرحلة الابتدائية خصوصا مدارس البنين، عمري ما سمعت شكوى من بنتي في مدارس البنات، مدارس البنين ما في سيطرة على الطلاب، ماني قايل المدارس فوضى، ولكن في مشاكل قاعد تصير وما قاعد تنحل، ما قاعد تنوخذ بمواقف حازمة وجدية، الطلاب ممكن يضربون بعض، وما قاعد يتم عقاب أو استدعاء ولي أمر وأخذ تعهد على ولي الأمر أن ولده ما يتكرر بهذا الفعل. المعلمات نفس الطريقة، ماني قايل الكل ولا راح أقول الأغلب، راح أقول البعض. نعم. متسيب، ما يداوم نسبة كبيرة، ممكن لأسباب صحية، ممكن إجازة وضع، احنا ما لنا شغل بهذا الموضوع، ولكن أبلات الاحتياط يدشون، الأبلة لما تاخذ الاحتياط ما قاعد تدش الصف بصدر رحب، لأن الحصة مو حصتها والصف مو صفها، مضايقة منغثة، يعني تكون منغثة أو مضايقة لأن تكليف فوق جدولها. بس باخذ منك ثواني، 10 ثواني، راح تروح الوزارة؟ عندك شكوى بالوزارة راح تواصل فيها وزارة التربية؟ والله ممكن أوصل وزارة التربية، ولكن احنا نمشي السلم درجة حبة درجة، حبة حبة. أبو يوسف أنا أشكرك جدا أستاذ مانع مساعد المانع على تواجدك معنا، ونتمنى بإذن الله، أول شيء نقول لك عسى الله يشفي هشام وما يشوف شر وأجر وعافية، وبإذن الله تتشافى عينه وعسى الله يشفي ويشفي كل مريض. ونتمنى إذا في حق بإذن الله لك أن أنت تأخذ حقك، وإذا في تقصير أو خطأ من الجانب الآخر أن هذا الخطأ أو التقصير أنه يكون في مثل ما يكون في ثواب، نقول دائما يكون في عقاب، لأن عيال الناس أكيد غالين، يعني ولدي ولدك
غالين علينا مثل ما غيرنا عيالهم غالين علينا. الله يسلمك، اشكرك جدا، اشكرك على استضافتي، اتمنى لك التوفيق، توصيل الرساله، يعطيك العافيه. مشاهدينا انتهت هذه الفقره، لكن عندنا فقره بعد الفاصل، خليكم معنا. مناظرات وزارة التربية للمعلمين، يمكن كان في مناظرات للوزارة بشكل عام، لكن يمكن ما أخذت ذاك الشغل اللي كان يتمناه المعلمين في وزارة التربية، لكن منطقة الأحمدي التعليمية ما شاء الله تبارك الرحمن شغلهم منظم، يعني يمكن هذا الموسم الثاني السنة اللي فاتت وهذه السنة بعد استمروا في هذا العمل بطريقة منظمة وجميلة بتنظيم دوري خاص للمعلمين والمعلمات في منطقة الأحمدي التعليمية. يسعدني أستضيف الأستاذ وليد الشمري رئيس فريق التدريب في دوري المناظرات، نتكلم معاه عن الموسم الثاني. مساك الله بالخير أستاذ وليد. مساك الله بالنور. قبل أن نبدأ معاك، إحنا الافتتاحية أخذنا منها لقطات وبعض الكلمات، نشوفها مع مشاهدينا ونرجع معاك. طبعاً اليوم في هذا الصباح الجميل في روضة الهدى في منطقة الصباحية ضمن رياض منطقة الأحمدي التعليمية، تشرفنا اليوم بافتتاح الملتقى لدوري المناظرات اللي العام الماضي كنا بدأنا فيه في أيضاً الرياض، وكان دوري رائع صراحة، تدربوا فيه معلماتنا على كيفية أداء هذه الأدوار دور المناظرات وكيف التحدث والخطابة وغيرها من الأمور اللي استفادوا منها من هذا الدوري. السنة غير، السنة راح يكون ملتقى لدوري المناظرات، وهذا الدوري المناظرات راح يستفيدوا منه فئة جديدة غير رياض الأطفال اللي هي فئة المرحلة الثانوية، فراح يكون تدريب لمعلمات ومعلمين المرحلة الثانوية حتى يستطيعون أنهم يستطيعون تدريب أبنائنا الطلبة أيضا على هذا النوع من المناظرات. اليوم وسعدنا كثيرا من الفرق المتناظرة وأثبتوا حجتهم وقوة حجتهم، كما أثبتوا قوة حجتهم في هدم حجة المتناظر الآخر، وذلك أسعدنا كثيرا. إلا أن رأينا فوارق بسيطة كانت بين المتناظرين مما رجح فريق الموالاة والذي يمثله فريق رياض الأطفال في هذه المناظرة الجميلة الرائعة. بدأنا فكرة الملتقى التدريبي الثاني لمناظرات التربوية بوضع خطة استراتيجية لعمل مناظرات تربوية بين مرحلة ثانوية وبين مرحلة رياض الأطفال، وذلك لتأهيل وتدريب، الهدف منه طبعا تأهيل وتدريب معلمين ومحكمين في مرحلة ثانوية حتى يفيد الطلبة في مجال المرحلة الثانوية. رجعنا معكم مشاهدينا بعد ما شفنا بعض اللقطات لافتتاح دوري المناظرات. أستاذ وليد، قبل لا أسألك، يمكن كنت بسألك عن الموسم اللي فات وعن ايضا تحضيرات وتجهيزات وشغل الموسم هذا، لكن بس المشاركين في هذه المناظرات من النساء المعلمات، المعلمين وينهم؟ ليش ما تبونهم ولا شو الموضوع؟ اولا احب امسي عليكم بالخير وعلى مشاهدينكم واشكركم على الاستضافه الطيبه، انتم دائما سباقوني يعني للامانه باستيعاب الطاقات الشبابيه وبراسها. بالنسبه للمناظرات المعلمات، احنا بالبدايه طبعا الفكره طلعت من مرحله رياض الاطفال في الاحمدي. فتعرف مرحلة رياض الأطفال تختص في المعلمات، ما في معلم. صحيح. فبما أن بدأنا وطورناها وأخذنا الملتقى الأول على رياض الأطفال معلمات، حبينا نتوسع هالمرة فدخلنا مرحلة الثانوي، لكن حتى نبدأ حبة حبة فحطيناهم معلمات مقابل معلمات.
لكن ان شاء الله فيما بعد ان شاء الله في مخطط موجود وصولا الى الفئه المستهدفه وهي الطالب. يعني بس هذا السبب. انا على بالي ان في مشكله يعني بينكم بين المعلمين ما تبونهم او شيء. لا ما له شغل بحقوق المراه. زين. خلينا نبدا مع الموسم السابق. نعم. شلون شفتوا نجاح الموسم السابق في 2013؟ شلون كان؟ اولا نجاح الموسم السابق كان كبير، ولو ما نجاح كان احنا هالسنه ما اتطرقنا له. بس خلينا قبل لا نتكلم عن المنظر، ما ادري اذا تايدني، ان نقول شنو هي المناظره. شنو هي المناظره؟ اي نقول شنو هي المناظره عشان نمشي حبه حبه. أوكي. المناظره اول شيء هي قضيه يختلفون عليها فريقين، يهدف كل منهم لاعلاء وجهه نظره على الثاني. حلو. طبعا بحجه وبرهان. المناظره نوعين. بس من اي ناحيه الحجه والبرهان؟ شو المواضيع اللي ممكن نتكلمون فيها؟ احنا في وزاره التربيه نختص في المناظرات التربويه. التربويه والتعليميه يعني نختص في الجانب هذا، اما في الجامعه لما ندرب لا نتطرق للجوانب الثانيه. حلو. مناظره نوعين، في عندنا مناظره تحاكي الواقع، مناظرات تحاكي الخيال. مناظرات تحاكي الواقع مثل اللي احنا قاعد نشوفها بواقعنا بالخلاف، وفي حتى حاليا مشاكل الدول لما تتازم يلجؤون الى طاوله حوار، هذه تعتبر مناظرات تحاكي الواقع. صحيح. اما في مناظرات تحاكي الخيال مثل مال الشعراء اللي هي السيف والقلم، المناظره بين السيف والقلم. نعم. المناظره عندنا عناصر، حتى تكتمل هذه المناظره لازم يكون عندنا عده عناصر. اول شيء المرسل، مستقبل الجو او بيئه المناظره. زي. بعدين الهدف من المناظره هذه، يعني انا مستحيل اني ادش معك في نقاش من غير ما يكون انا عندي هدف او انت عندك هدف، فانا راح ينقلب الى جدل. هذا تقريبا فيما يخص المناظره. نعم. اما فيما يخص الموسم اللي فات والموسم الحالي، بصراحه كان في تطور كبير، ولاحظنا في اقبال من المعلمات نفسهم على التجربه، وايد كانت مطلوبه. حاليا حتى اقترح علينا مدير عام منطقه الحمدي التعليميه استاذه منى الصلان، وجه لها تحيه ومسي عليها بالخير، ان نعمم الطلبه الفكره على المجالس الطلابيه، المجالس الطلابيه اللي هم ياخذونهم كل سنه في مجلس الامه. حلو. يوم يلقون هذا، فان نبدا في توعيتهم في يعني تعزيز لغه الحوار، لان نلاحظ ان في مشكله في الجانب هذا بالذات خصوصا من طلبتنا. عندنا مشكله من فتره، ويمكن المشكله هذه مثل ما قلت راحت من الكبار راحت حق الصغار. بالضبط بعد بالضبط. الحوار وطريقه الحوار الصحيح السليم اللي نعم. ممكن يوصلك الى النتيجه. صحيح. ما يوصلك الى طرق مسدوده. بالضبط. لكن شنو الفائده اللي لمستوها من خلال هذا الدوري؟ اذا نتكلم عن السنه اللي فاتت الموسم السابق. نعم. شنو الفائده اللي لمستوها للمعلمات، او شنو انتوا طامحين ان توصل الفائده معينه للمعلمات من خلال هذا الدوري؟ والله شوف، هو كبدايه المعلمات في حصلت حادثه قدامنا، كنا واقفين انا ومدير عام المنطقه، فيتنا معلمه قالت والله من بعد هالتجربه هذه انا كنت اخاف تدخل علي المسؤوله او الموجهه. زين. قالت من بعد هالتجربه يعني كسرنا رهبه الجمهور، كسرنا رهبه الكاميرا. هلو. قالت والله انا مستعده اني اوقف امام جمهور كامل، ما عندي حاليا اي مشكله. هلو. لكن بالنسبه للاهداف او الفوائد اللي احنا حصلناها من هالتجربه هذه، اول شيء احنا لما تتكلم عن مناظره معناته اللي كنتوا حاطينه وش اللي استفدتوا؟ بالضبط. يعني انت لما تتكلم بالبدايه عن مناظره يعني تتكلم عن حجه. حجه معناته بدليل برهاني، يعني لازم في دليل. حلو. دراسه احصائيه، استشهاد باقوال العلماء. انا بهالجانب قاعد اعزز دور البحث العلمي. يعني عندنا اهم قضيه المكتبه العربيه، المكتبه الام دثرت، من ظل الحين يبحث بالمكتبه، ويكيبيديا تقريبا قنانة عن كل شيء. احنا بدينا نعززهم، نعلمهم شلون يرجعون للمكتبه هذه من الاول. النقطة الثانية وأهم نقطة كانت تبادل الخبرات بينهم. حلو. وايد كانت حلوة النقطة هذه. في مدراء من اللي حضروا بعد ما تنتهي يقولون نبي تصوير حتى بنشوف طرح القضايا اللي تم تداول، يعني تجارب مقابل تجارب. بالنسبة لتعزيز لغة الحوار بينهم، احنا بالحالة انا قاعد أربط ليش انا أعلم المعلم ان انت معلم دورك ينتهي في 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 المدرسة نفسها. ليش ما يكون له تواصل مع المدارس الثانية؟ ليش ما يكون في التقاء بينهم؟ حلو. حتى مع المسؤولين صار في التقاء، يعني برز دور المعلم، بين من المعلم الكفاءة، من المعلم المتوسط، يعني قام يفرق، حتى المسؤول قام يعرف منه يعني قدرات شخصية المعلم. ممكن يصير حتى مع الطلبة باكر، لأن بالضبط. اليوم المدرس الطالب بس يتلقى المعلومة من المدرس ما يناقشه. نعم. يمكن حتى لو يتكلم معه يتكلم معه بجانب الدرس بشيء بسيط، ممكن يسأله سؤال أو شغلة، لكن ممكن تدش حتى بالنسبه للمدرسين مباريات مع الطلبه، نقاش مفتوح. هذه ما فكرتوا فيها انه ممكن تصير بالفتره اللي جايه بعد؟ والله شوف، بالنسبه للتفكير بالفكره هذه، لو كنا
لو تشوف النهائي شنو كان عنوان المناظرة راح تشوف احنا شنو توجهنا. كان عنوان المناظرة يؤيد المجلس لعب الطالب الدور المحوري في العملية التربوية. شنو يعني اللعب المحوري؟ يعني نبي نعلم الطالب انه هو يبحث يوصل المعلومة بروحه، المعلم يقله دوره كموجه. طالب وهو يدخل مكتبة مع المعلم، اليوم درسنا عن شيء ثاني، ابحث انت طلع معلومتك وناقشني. هني انا قاعد اعزز لغة الحوار. هذا بالنسبة للدوري الاول كذي كان النهائي. أنا دائما أسلط الضوء على القضايا هذه. النهائي هذا اخترت عن القضية وعرضتها على المدير العام منطقة الأحمدي ووافقت على القضية اللي هو يؤيد المجلس استبدال بند تغييم الطلبة بملفات البورتفوليو. شنو ملفات البورتفوليو؟ حاليا في الدول المتقدمة الأجنبية خصوصا فنلندا، يعني فنلندا احنا نشوفها أنها تميزت بالأجهزة الذكية، زين ما عندهم شيء اسمه أنت طالب أنا أختبرك تنجح تتجاوز تروح المرحله اللي بعدها، ما تنجح ممكن انك تقعد مكانك كله متجاوز انت بالحالتين. اي بورتفوليو عباره عن سي في للطالب. يعني مثل ما انت لك بند درجات على اختبار لكن ما يتجاوز ال 15%، في عندك مهارات شخصيه ابحاث شنو انجزت هالسنه. حلو. فانت يعني بالعربي احنا كنا الطالب حي شغال يعني بالضبط، يعني احنا بس يذاكر كلام يدش براسه ويذاكر ويكتب. احنا مسمانا وزاره التربيه والتعليم، يعني التربيه سبقنا فيها التعليم. نعم. مشكلتنا متوجهين على الجانب التعليمي والجانب التربوي اهم نقطه. فوايد ملف البورتفوليو هذا وايد مهم، عشان كذي سلطنا الضوء عليه. حلو. شلون كانت تحضيراتكم السنه هذه وش اللي تغير معاكم بالنسبه لهالسنه عن الموسم اللي فات؟ طورتوا شيء؟ كتبتوا شيء جديد؟ بالضبط. السنه اللي فاتت على قولتهم بدينا من زيرو. من زيرو ماكو شيء. بدينا في معلمات دربناهم تقريبا 173 معلمه اشرفت على تدريبهم ما شاء الله. وراها بدينا في مديرات علمناهم شلون يكونون لجان تحكيم وسوينا لهم ورش. طبعا هذه خلال ورش شهر كامل. حلو. حوالي 17 ورشه ما بين مديرات ومعلمات. وراها بدينا الدوري خلاص على قولتهم اسست صح. فكانت في منافسات خروج المغلوب، جولة أولى وجولة ثانية وجولة ثالثة إلى أن صفينا النهائي، وكان في رعاية وزير التربية السابق الأستاذ أحمد المليفي. نعم. حالياً هالسنة لا، إحنا مو محتاجين لأن أنا الأساس عندي قوي. بديت أطور فسويت ملتقى، ملتقى عن يوم واحد قبل المسابقة. بالضبط. سوينا ملتقى يوم واحد وهو بس. بدينا نطور إن اشتركنا مع المرحلة الثانوية. إنزين. جبنا معلمات المرحلة الثانوي ندربهم تمهيداً لمعلمين المرحلة الثانوي. أنا أول شيء قبل لا ابدا بالطالب، انا مستحيل اني انا اقوم طالب او اعطيه لغه حوار يفتقدها استاذه. نعم. فاحنا لازم نبدا بالاساس بعدين نرجع للطالب، لان الطالب هو الفئه المقصوده هو الهدف الاخير. لكن انا لازم ابدا بالاساس. يعني انا لو كل مدرسه ازرع فيها معلم او معلمين مدربين مناظرات او جاهزين للغه الحوار، انا ممكن اسس ثقافه جديده مختلفه عن الثقافات اللي طافت. صحيح. هذا الشيء ممكن كنا نفتقده بوزاره التربيه. وايد العكس لفته حلوه منكم. هذا الدوري وهذا الملتقى اللي سويته أستاذ وليد، لكن كم عدد المعلمات اللي استفادوا من الدورات ودشوا معاكم وشاركوا؟ وهي تقتصر على المعلمات بس ولا حتى الإداريين يعني المديرات وغيرهم موجودين بعد من ضمن الدوري؟ هالسنة والله كان عندنا المديرات 39 مديرة رياضة أطفال وتقريبا ما يقارب 30 مدراء ثانوي ومديرات ثانوي، هذين اللي حضروا، ومن كل ثانوية معلمة. زين. غير الفريق اللي شارك، يعني العدد لا يقل عن تقريبا 120 شخص في ملتقى يوم واحد، ان احنا علمناهم شنو هالشيء هذا. المرحلة الجاية اللي هو نبدا نهيئهم عشان يدربون في مدارسهم يجهزون لنا فرق حتى نبدا من الطلبة هذين نطلع ناس كفئة مقصودة. نعم. إذا نتكلم عن لجنة التحكيم بعد، شلون تم تهيئة لجنة التحكيم؟ اليوم أنتم عندكم أول شيء كم عددهم؟ لجنة التحكيم كم شخص معاكم؟ لجنة التحكيم أربعة. أربعة. عبارة عن أربع أشخاص. هل استعنتوا فيهم من برا الوزارة أو من داخل الوزارة من جهة معينة؟ شنو كانت معاييركم لاختيار لجنة التحكيم؟ والله لجنة التحكيم هي دائما إحنا نستعين فيهم من الوزارة، لكن أنا عندي فريق هو فريق مناظرات الكويت خارجي، أنا رئيس أترأس الفريق هذا، في أعضاء بنفس الوقت هم حاصلين على أفضل مراكز في الكويت كأفضل متحدثين من طلبتي مثل الدكتورة ياسمين العصفور مثل أحمد الهندياني، هذين أنا استعين فيهم كخبرة. يساعدوني لأن الأعداد شوي كبيرة. لكن لجنة التحكيم كانت هالسنة عندنا، طبعا احنا من العام تم تشكيل مجلس المناظرات، مجلس الأعلى للمناظرات، كان أول شيء بإشراف مدير عام منطقة الأحمدية التعليمية برئاسة أستاذة فريدة الفريح، تقريبا هي اللي بدأت بالفكرة هذه، مراقبة رياض الأطفال، أنا كنت المنسق العام، أستاذ ناصر النعمة كان عندنا رئيس لجان التحكيم نوجه له التحية، والأستاذة مها الشمري كانت رئيسة اللجنة التنظيمية. هالسنة اللجنة التحكيم شوي اختلف الوضع،
دخل معانا الدكتور سعد ممدوح الشمري استعنا فيه ورئيس اللجنة كان عضو اليمين استاذ مراقبة الثانوي هي بنفسها اشرفت على مناظرات معلمات الثانوي استاذ شكريا سعيدي. عضو اليسار كان استاذ ناصر النعمة المراقب كانت استاذة مها الشمري. حاليا لجان التحكيم كل واحد اختصاصه يختلف عن الثاني. يعني كرئيس لجنة يختص في عمق الحجة ومدى مصداقية الحجة. مدى مصداقية المصادر في توزيع المهام بينهم. طبعا 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 لان شخص واحد ما راح ولا شخصين يقدرون يغطون لازم اربعه مينيمم. يعني احنا احيانا نلجا الى نهائي العام لجأت الى ثمان محكمين لان ما اقدر اني احصر كميه الحوار المثري اللي راح يصير. فكان رئيس اللجنه يهتم في عمق الحجه عمق الحجه الثقه او ثقه المصادر خلينا نقول او دقه المصادر ويختص في خطاب الرد. خطاب الرد هذا بالاخير مثل حلبة المصارعه زين. كل متحدث مثل الكاميرا اللي صارت في المناظره كل متحدث يقول مميزاته نقاط قوته ونقاط ضعف الفريق الخصم اثناء المناظره شنو اللي يتهرب. يعني ما في شيء اسمه انا ادش عليك مداخله زين. اقول لك مداخله انت تقول لي راح اقبل مداخلتك او راح اخذها بوقت لاحق وتطنشها لا قاعدين لك لازم لازم اي المداخله هذه يتهرب منها لان حتى الهروب من المداخلات لها طرق. هذا كله بالنقاط موجود محسوب كله موجود. يعني احنا نقيم على 21 نقطه حلو ف 21 نقطة من ضمنهم المداخلات. حتى المداخلات مدربينهم يعني في ناس وايد أنا بالإعلام يعني كذا لقاء واجهت هجوم من الإعلام إنه يقول لك أنت شلون تدربه على الهروب من المداخلة. أنا أقول أنا أدربه على فن الحوار. الهروب مش الهروب إنك أنت تخفي حقائق. شلون أنت ما تخلي المستمع قدامك يحس في نقطة ضعف عندك معينة. أنا قاعد أخفي نقطة ضعفك حسك قوي دائما بالضبط. أنا قاعد أعزز فيك قيم القوة. حلو. فهذه شوية واجهنا فيها مشاكل. فمثل الكاميرا خطاب الرد لو انتقلنا الى عضو اليمين هو العضو النفسي احنا نسميه يهتم في لغه الجسد او البرمجه العصبيه الجسديه للانسان. مثلا الارتباك يراقب ارتباكك وعليها بند عليه درجات. الثقه بالنفس سلسله الصوت هل هي ليمت واحد متقطع صاعد نازل في فواصل لان انت تعرف ان لغه الجسد تمثل 70% من دور الاقناع. نعم. فهل لغه الجسد حتى مبالغ فيها يعني انا الحين اكلمك لاحظ حركه ايدي غير عن لما اكلمك انا اسوي كذي هذا يعني نحاول نضبطه هذا عارف الريتم بالضبط وين بالضبط اضبط له يعني اضبط له تصرفاته بحيث انه ما ينفعل اسيطر له على انفعالاته لان الانسان اذا انفعل ممكن انه يعني يبالغ في بعض التصرفات. انا علمه شلون انه ما ينفعل. هذه الخطوه تبدا من المرحله الاولى كسر حاجز الجمهور او الخوف من الجمهور او الخوف من الكاميرا. حلو. بس عندي سؤال اخير استاذ وليد بالنسبه للنهائي متى النهائي ان شاء الله؟ النهائي احنا هالسنه سويناه ملتقى راح نبدا من الكورس الجاي باذن الله زين للمجالس الطلابيه. للمجالس الطلابيه المجالس الطلابيه راح يصير فيها بينها منافسات. هذا طبعا فكره مدير عام منطقه الحمدي التعليميه. راح نبدا التدريب نشرف انا والاستاذ ناصر النعمه ونستعين ان شاء الله بالدكتور سعد ممدوح الشمري كدكتور دستوري خبير يفيدنا بهالمعلومات. نعم. وراح نبدا باذن الله منافسات وراح ان شاء الله نستدعيكم انكم تغطون الحدث باذن الله. شرف فيكم عساكم على القوه استاذ وليد. اذا في كلمه اخيره حابب تقولها بنهايه هذا اللقاء. والله انا اشكركم على الاستضافه هذه واشكر المتابعين واحب يعني احرص على اللي يتابعونا واللي قادرين او حاب او حاس ان عنده هوايه في لغه الجسد او في الاعلام بشكل عام لان احنا نتكلم في لغه حوار فاحيانا ممكن تدخل معاكم كإعلام ينميها ممكن يلجأ عن طريق المناظرات عن طريقنا احنا في الوزارة أو عن طريق المعاهد الخاصة. فأتمنى من الكل أن الجانب هذا جدا حساس فأتمنى أن ما حد يغض النظر عنه. عسى الله يوفقكم أستاذ وليد وعساكم على القوة وإن شاء الله بإذن الله نشوفكم من تطور إلى تطور وهذا كله يعني يصب في مصلحة ما نقول بس المدرس حتى الطالب يمكن هو الرابح الأكبر. صحيح. صحيح. أشكرك جدا. جزاك الله. مشاهدينا انتهت هذه الفقرة لكن عندنا فقرتنا الأخيرة بعد الفاصل خليكم معنا. رجعنا معكم مشاهدينا بالفقرة الأخيرة من حلقة الليلة يمكن عنوان فقرتنا لماذا يكتئب الكويتي. يمكن بعض الشباب يقولون قبل شوي قال شمعنا مركزين يعني لماذا يكتئب الكويتي؟ هل الكويتي مميز؟ هل هو الوحيد اللي يكتئب؟ احنا نقول لا حالة حال الناس لكن يمكن في بعض الحالات تفرق عن والشعوب مثل ما ندري تختلف بثقافاتها وحياتها وطرق عيشها. لكن حبينا من خلال هذه الفقرة مع ضيفنا العزيز الأستاذ الدكتور عبد الله إغلوم
نمسي عليه بالخير بداية تنس شاري الطب النفسي، مساك الله بالخير. مسيك بالخير أبو بندر، ويسعدني أكون معاكم في قناة الكويت المرة الثانية، وشوفكم إن شاء الله. هذا اللقاء بعد سنة دكتور، إحنا أخذنا من قبل الخوف والهلع على الديكور القديم. صحيح. اليوم إحنا نتكلم عن الاكتئاب. نعم. عسى الله يبعد عنا وعن الجميع المشاهدين الخوف والهلع والاكتئاب. نعم. عندنا تقرير خلينا نشوفه بالبداية ومن بعده نرجع إن شاء الله لحوارنا. خلينا نشوف التقرير. I had a black dog. His name was Depression. Whenever the black dog made an appearance, I felt empty and life just seemed to slow down. He could surprise me with a visit for no reason or occasion. The black dog made me look and feel older than my years. When the rest of the world seemed to be enjoying life, I could only see it through the black dog. Activities that usually brought me pleasure suddenly ceased to. He liked to ruin my appetite. He chewed up my memory and my ability to concentrate. Doing anything or going anywhere with the black dog required superhuman strength. At social occasions, he'd sniff out what confidence I had and chase it away. My biggest fear was being found out. I worried that people would judge me. Because of the shame and stigma of the black dog, I was constantly worried that I'd be found out. So I invested vast amounts of energy into covering him up. Keeping up an emotional lie is exhausting. Black dog could make me think and say negative things. He could make me irritable and difficult to be around. Wake me up with highly repetitive and negative thinking. He also liked to remind me how exhausted I was going to be the next day. Having a black dog in your life isn't so much about feeling a bit down, sad, or blue. At its worst, it's about being devoid of feeling altogether. As I got older, the black dog got bigger, and he started hanging around all the time. I'd chase him off with whatever I thought might send him running. But more often than not, he'd come out on top. Going down became easier than getting up again. So I became rather good at self-medication, which never really helped. Eventually, I felt totally isolated from everything and everyone. The black dog had finally succeeded in hijacking my life. When you lose all joy in life, you can begin to question what the point of it is. Thankfully, this was the time that I sought professional help. This was my first step towards recovery and a major turning point in my life. I learned that it doesn't matter who you are, the black dog affects millions and millions of people. It is an equal opportunity mongrel. I also learned that there was no silver bullet or magic pill. Medication can help some, and others might need a different approach altogether. I also learned that being emotionally genuine and authentic to those who are close to you can be an absolute game changer. Most importantly, I learned not to be afraid of the black dog, and I taught him a few new tricks of my own. The more tired and stressed you are, the louder he barks, so it's important to learn how to quiet your mind. It's been clinically proven that regular exercise can be as effective for treating mild to moderate depression as antidepressants, so go for a walk or a run and leave the mutt behind. Keep a mood journal. Getting your thoughts on paper can be cathartic and often insightful. Also keep track of the things that you have to be grateful for. The most important thing to remember is that no matter how bad it gets, if you take the right steps, talk to the right people, black dog days can and will pass. I wouldn't say that I'm grateful for the black dog, but he's been an incredible teacher. He forced me to reevaluate and simplify my life. I learned that rather than running away from my problems, it's better to embrace them. The black dog may always be part of my life, but he'll never be the beast that he was. We have an understanding. I've learned through knowledge, patience, discipline, and humor, the worst black dog can be made to heal. If you're in difficulty, never be afraid to ask for help. There is absolutely no shame in doing so. The only shame is missing out on life. طبعا يمكن دكتور هذا التقرير جميل جدا، يعني لدرجه انه مدته يمكن 4 دقائق، حاولت اقتص منه
أقصر مدتها ما قدرت. نعم. لأن جمالية متسلسلة ماشي. نعم. ما أدري إذا عندك تعليق عليه في البداية. والله أنا انبسطت من شغلة واحدة. اللي هي؟ اللي قاعد يتكلم مو كويتي. آه. إنجليزي. أوكي. بما يعني إن الاكتئاب يصيب كل الناس. نعم. بدون استثناء لا لجنسية ولا لعرق ولا لأي شيء. نعم. لكن طبعاً حاطينه بصورة حلوة هني. لتوصيل رسالة وتوضيحها للناس. نعم. طبعاً الأجانب عندهم الكلب له دور ولا معنى. إيه عشان حاطين اللون الأسود. ليش حاطين الكلب الأسود؟ الحزين. الحزين. فبالتالي الاكتئاب هو الحزن وهو هو السواد، هو اللي يقول لك الواحد اللي يكون مكتئب لابس نظارة سوداء ما يشوف الألوان. نعم. فبالتالي بس لا يعني كان تعبير جداً سلس. يمكن إن شاء الله المشاهدين استفادوا من بعض النقاط اللي فيه. نعم. دكتور، احتمالية الإصابة بالاكتئاب في الكويت في تقريباً 30% حسب إحصائية تكلم عنها وكل وزارة الصحة في سبتمبر. نعم. الماضي. نعم. في دراسات تبين فعلاً أن هذه الإحصائية موجودة، يعني رقم 30% رقم مو بسيط. رقم مو بسيط. هو عالمياً الاكتئاب نسبة تتراوح بين 10% إلى 15%. نعم. عالمياً. ونقدر نقول يعني بشيء فيه من الدقة، يعني مو 100% بس إجمالاً أن هذا الرقم ينطبق على معظم دول العالم. طيب، من 10 إلى 15. من 10 إلى 15%. نعم. طبعاً ممكن تزيد شوية تنقص شوية، لكن ماكو دولة فيها نسبة اكتئاب مثلاً 70% ودولة نسبة اكتئاب فيها 1%. نعم. ما في كذي، متقارب النسبة. يعني إيه، هي تزيد 5% تنقص 5%، لكن هذه هي النسبة المتعارف عليها عالميا. هذه النسبة تفرق بين الشعوب اللي مرتاحة شوي ماديا يعني وحياتهم، ما أن في الشعوب الفقيرة ولا ما في، ويمكن الفقارة مرتاحين أكثر من الأغنياء. بالعكس، الشعوب اللي نسميها الدول النامية أو اللي اقتصاديا غير متقدمة وغير متطورة يمكن نسبة الاكتئاب فيها أقل من الشعوب يعني المدنية والمتحضرة. لا. ولا فيها نمط الحياة السريع. لا بالعكس، هذول عندهم نسبة القلق والاكتئاب أكثر. زين، إذا نأخذ عنوان فقرتنا. نعم. دكتور، نقول لماذا يكتئب الكويتي؟ ليش يكتئب الكويتي؟ حتى يمكن في إحصائية تكلموا عنها بالصحافة قبل فترة. نعم. الشعب الكويتي من الشعوب اللي يمكن بالدرجة الأخيرة حاطين، أعتقد يمكن كان على مستوى الخليج. نعم. بين اللي مكتئبين، اللي متضايقين، اللي مو سعداء يعني بحياتهم. نعم. هل الشيء هذا صحيح؟ وليش يكتئب الكويتي؟ حلو، انت انا عجبتني كلمه مكتئبين وبعدين متضايقين. نعم. لان فرق كبير بين هذا وهذا. حلو، هذا مبينه بعد للناس. يا ريت والله، اي يا ريت ان نوضح ان الاكتئاب، يعني اوضح حق اخواننا واخواتنا المشاهدين ان الاكتئاب هو مرض. اما لما نتكلم على وضع الكويتي، احنا نتكلم يمكن عن احباط. نتكلم عن مشاكل، نتكلم عن ضغوطات حياتيه. نتكلم عن معاناه، مع ان الحمد لله احنا افضل من غيرنا بكثير. صحيح. يعني نقارن نفسنا يعني بكثير على الاقل بالمحيط. اي نعم. الحمد لله. فانا دائما اقول حق حتى المرضى اللي يراجعون، اقول لهم قولوا الحمد لله. اي نعم، صحيح. وبعد ذلك نقول لنا شنو المرض هذا. فنبي نفرق أخوي أحمد بين مرض اكتئاب طبي كلينيكي اللي هو الإنسان بدون سبب واضح مزاجه ينزل ما في أي سبب. نعم. هذا هو الاكتئاب. الناس تخلط بين أن الاكتئاب الواحد عنده مشاكل، عنده ضغوطات، عنده شيء قد يحدث، لكن الاكتئاب فعلا اللي يوصل لي أنا بالنهاية كطبيب معالج هو الاكتئاب اللي ما له سبب، اللي هو ما له سبب نهائيا، ما له اي ما يبدا باسبابه وبعدين ينفتح. الناس انا يعني يمرون علي يعني انواع كثيره من المرضى ومن الناس، يعني يقول لي دكتور انا اللي مضايقني انه ماكو شيء يخليني اكتئب. زين. يقول لي انا سعيد باسرتي، سعيد بعملي، الحمد لله ماديا ميسور، اموري طيبه، كل شيء، وعندي خير وعندي نعمه. زين. بس دكتور من داخل في حزن، في غلقه، ما انام زين، ما يعني ما استمتع بالحياه نفس اول. هذا عدم الاستمتاع، عدم القدره على الاستمتاع، هذا يخلي، هذا هو الاكتئاب. نعم. اللي الانسان همته ما تصير نفس اول، رغبته اقدامه على العمل، مخالطته الاجتماعيه مع الناس يصير. نعم. منزوي منعزل. زين. نوم زايد، نوم قليل، اكل زايد اكل قليل،
أفكار سلبية توصل إلى درجة أن الإنسان يتمنى الموت أو يفكر في الموت من كثر ما هو مضايق من الحزن اللي داخله. هذا نفرقه عن إنسان محبط ملاقي وظيفة ناطر دور حق البيت الرعاية السكنية قروض والله الجو تعبان وغبار وطقس وحر ويبي يسافر يبي يغير جو إحباطات هذه هذا مو اكتئاب. يعني بس عشان نفرق بين شيء طبي كلينيكي يحتاج إلى علاج وشيء يتعلق بظروف الحياة. بس عشان في نقطة ما بيتجاوزها دكتور عشان نوضحها بس شوي. الاكتئاب قلتي من غير سبب. غالباً من غير غالباً. سبب. لكن طبعاً لا سبب وراثي. بس وراثي. يعني هو وايد ناس يستغربون دكتور ليش أنا مكتئب؟ فأنا لما هي أسأله عن أهله عمام خوال أوصل حتى لليد. زين. يقول لي دكتور والله ما عندي. أقول له لا فكر شوية. زين. فيقول لي لا والله صح لقيت مو لقيت ذكرت إن عندي مثلاً فلان حتى لو بعيد من الأهل صلة قرابة حتى لو بعيدة ياخذ منه والجينات توصل. الجينات غريبة دائماً أقول حق اللي يراجعوني بالعيادة إن الجينات مو بس لون العين ولون البشرة والطول والقصر والذكاء ولا الجينات حتى لها علاقة في الأمراض النفسية. فكسبب ليش يعني الاكتئاب يمكن لأن عندي جد أو عم أو خال أو خالة فيهم اكتئاب. يمكن أغلب الناس دكتور حاطين ببالهم أن الاكتئاب يجي بعد تراكمات من الضيقة والهم والمشاكل. مشاكل. المنزلية، العملية، المادية. إن بعد كم كبير من المشاكل. الضغوطات والتراكمات. الضغوطات تراكم على الإنسان فيدش مرحلة الاكتئاب. نعم. هل هذا الشيء صحيح ولا؟ قد يحدث. إحنا هذه نسميها صعوبة التأقلم. اضطراب عدم التأقلم. إنسان مر بظرف أصعب من الظروف العادية اليومية الحياتية. حلو. ظرف خلينا نقول يعني أو مر بسلسلة من المشاكل صارت ورا بعض. قوية كسرت ظهره يعني. بالضبط. هذا معرض إنه يصاب بأعراض اكتئابية. أوكي. بس النقطة إنه هو نتيجة لضغوطات حياتية. صحيح. يعني مر بمشكلة بأخرى بثانية بثالثة برابعة أو مر بمشكلة مثل ما نقول عميقة. نعم. أو عويصة، أوكي؟ هذا قد يدخل في نوع من القلق، نوع من الاكتئاب، بس هذا غير عن الإنسان اللي مثل ما قلت لك عايش ما عنده أي مشاكل وفجأة يلاقي نفسه مزاجه هابط، ما له خلق، ما يبي يروح المكان، حتى بالسفر ما يستانس، هذا غير وهذا غير. هذا اللي بالعكس اللي عنده ضغوطات ومشاكل هذا خلينا نقول علاجه أسهل. أسهل. أسهل، لأنه مرتبط بالمشاكل اللي قاعد يمر فيها. أسهل من وراثي. أسهم الوراثي، لأن وراثي ما بي الناس تزعل، بس الوراثي قد يكون على حسب المدة إنه ممكن يطول، ممكن يطول يعني. بس مو بالضرورة، بس يكون الجين موجود بالجسم، إذا تعالج بالطريقة الصح ممكن المرض ما يرجع، بس إذا ما تعالج بالطريقة الصح أو بالمدة الصحيحة ممكن يرجع. بس الغالب الوراثي هو اللي طاغي على الجانب الآخر، الوراثي هم الأكثر يعني اكتئاباً. إي نعم. الأكثر تعرض للاكتئاب. إي نعم. إي قصدك من مرضى الاكتئاب. أيوة. أكثرهم اللي يجون من الوراثة مو اللي يجون من عندهم الضغوطات هذه. نعم. إي خلنا نأخذ فاصل دكتور نرجع إن شاء الله من بعد فاصل مشاهدين ونرجع. رجعنا معكم مشاهدينا من بعد الفاصل. نتمنى إن شاء الله ما يكون مشاهدينا عدشة ومرحلة اكتئاب من بعد فاصلنا. لكن دكتور عبد الله، سماع الأخبار اليومية بالذات لما نركز على المحلية والعالمية، بالذات اليوم نحن نشوف محيطنا. نعم. شيء يعني. نعم. شيء يخليك ما تطلع تلفزيون أصلا. نعم. أنا من الناس الأخبار تركتها ما أشوف أخبار. نعم. لأن ما تشوف شيء تستانس منه. نعم. ما تشوف إلا الجثث والقتل والشيء يعني مهول. نعم. سماع الأخبار ومشاهدة الأخبار باستمرار يومياً كثير من الناس، وإحنا معروفين الشعب الكويتي اليوم يعني متابع للأخبار. نعم. سواء عن طريق التلفون، تويتر، النشرات الإخبارية موجودة، هذا يسبب يدخل الناس بعد مرحلة الاكتئاب. هو حلو الإنسان يطلع على اللي قاعد يصير في العالم، لكن إنه يكون هوس أو إنه يكون نوع من التعلق في الأخبار بدرجة أنا أقدر أسميها مرضية،
هذا بالنهاية هو راح يجيب حق نفسه القلق ويمكن الاكتئاب. نعم. لكنه هو مو سبب مباشر في الاكتئاب. نعم. فاحنا دائما نقول الانسان دائما ياخذ الخير الامور الوسط. فاسمع الاخبار لكن ما اكون ليل نهار متابع الاخبار. طبعا هو على حسب، مثلا اكيد الاخوان اللي مثلا من مصر يتابعون احداث مصر، الاخوان اللي من سوريا يتابعون احداث سوريا، والاخوان اللي من العراق يتابعون احوال العراق. يعني طبيعي ان الواحد يتابع، واحنا بالكويت نتابع اخبار ديرتنا. نعم. فطبيعي ان الانسان يعرف، يبي يعرف شنو صاير، لكن انه يكون ياثر على حياته، بمعنى انه مثلا يترك شغله، يترك وظائف، يعني اسرته، يترك اشياء مهمه عشان بس يتابع الاخبار، بس عشان يتابع الاخبار. لو واحد تحكم عيال طق على طول كف اقعد، هذا صار نوع من مثل ما قلت التعلق المرضي اللي قد يؤدي الى نوع من القلق والاحباط وبالنهايه الاكتئاب. نعم. فيعني هو الواحد لازم ياخذ الاعتدال في الامور. احنا ما زلنا بعد نتكلم عن لماذا يكتئب الكويتي. نعم. هل البيروقراطيه اللي موجوده الحكوميه في المعاملات، الفساد اللي موجود، تعب المواطن اليوم لما يروح بيخلص معامله، العذاب اللي تعذبه بالشارع بالزحمه وبالوزاره اللي رايح لها، هذا هم بعد ممكن من الاثار اللي تسبب الاكتئاب اليوم؟ مثل ما قلت لك اخوي احمد، هو يعني هذه الامور الحياتيه اليوميه المعيشيه، المعاملات، الوزاره، الازدحام، الجو، المسؤول بالدوام، كل هالامور هذه. نعم. الامور الماديه، الامور هذه كلها تؤدي الى اللي انا سميته احباط. قد تؤدي لنوع من الغلقه، الضيقه، الواحد يرجع مثلا مثل ما اقول مغلق، ما له خلق. زين. ممكن الواحد يكون منرفز، معصب. حلو معي؟ يعني بس مو انه يكون عنده الاعراض اللي ذكرتها بالبدايه اللي هي اعراض الاكتئاب. لازم تكون موجوده على مدى، احنا ما ذكرنا تعريفه، يعني الاعراض اللي ذكرتها من هبوط المزاج وقله التركيز واضطراب النوم واضطراب الاكل، هذه بلها فتره طويله ولا لازم اسبوعين واكثر تكون موجوده عشان نسميها اكتئاب؟ اسبوعين. يعني اقل من اسبوعين واكثر، ثلاثة أربعة، في ناس يوني مكتئبين سنة وأكثر، سنتين وأكثر وما قاعدة تعالجون. لما خلاص يعني إهمال يعني ولا لا؟ تردد، ما يدري، تردد. في ناس والله ما يعرفون شنو اللي فيهم إن هذا اكتئاب. والله في ناس ما يعرفون. فتلاقي مثلا يشتكي من آلام بالجسم. أسهل إن أنا أقول والله ظهري عورني من أقول إن أنا مكتئب. أسهل أقول إن أنا عندي صداع من أن أقول إن أنا مكتئب. صحيح. فتلاقي يروح حق طبيب الباطنية، طبيب المستوصف، طبيب كذا فلان، بنادولك وانت ماشي، بنادول أو شيء. بس الحقيقة إنه في اكتئاب. نعم. في تردد، خوف. هني بالإنجليزي قال كلمة استجما اللي هي الوصمة. هذه كلمة إحنا يعني المتخصصين بالطب النفسي وايد نركز على الكلمة، لأن هاي الكلمة تمنع وايد ناس إنه يعالجون، إنه يعالج. صحيح. فكلمة الوصمة إن أنا مريض نفسي أو آخذ علاج نفسي. نعم. أو أروح حق طبيب نفسي، أنا ماني مجنون، ماني فشلة، مستحى، يقولون الناس كذا. صحيح. كذا، معنا هذه الأمور تحسنت درجات كبيرة، يعني صار لي في المجال فوق 20 سنة. نعم. أوكي. فنظرة الناس تغيرت من أول ما دخلت أنا الطب النفسي. نعم. لليوم الحالي لا، الناس الحين صار تقبلها أكثر. نعم. لكن ستيل في قاعد يمنع الناس إنه لا ما ابي، واتردد لما خلاص يوصل المرحله النهائيه اللي يقول لا خلاص ابي لازم اروح اعالج. دكتور، وسائل التواصل وانتشارها، يمكن احنا لما نتكلم عن وسائل التواصل صار لها كم سنه، يعني من 6-5 سنوات اللي انتشرت انتشار. نعم. يعني عند الجميع. هل تساهم هذه الوسائل حتى في اكتئاب الانسان ولا عادي بالنسبه لادمانها؟ ان في ناس مدمنه اليوم، في ناس وهو بالسياره ما يطالع الشارع اصلا وهو قاعد شغال. نعم. على تلفونه. ما في دراسة حديثة تبين شنو دور التواصل الاجتماعي وأثرها على الناس من ناحية الإدمان، من ناحية الاكتئاب. لكن من ناحية الإدمان لا، صح إنه يعني خلينا نسميه شبه إدمان. زين. يعني لأن في مقاطع وصور تنزل بالمواقع. نعم. ممكن فيها دم وفيها قتل وفيها كل شيء صار ينزل. نعم. كل شيء. نعم. صار ينزل. نعم. دكتور، صار الياهل اليوم يشوف هالمقاطع. نعم. للأسف هذه من
عيوب ومزايا التقنية الحديثة. نعم. والتواصل الحديث عن طريق الواتساب والتويتر والفيسبوك والميديا، هذه كلها عيوب ومزايا. المزايا هو الناس والله تتواصل وتعرف أخبار بعض، وناس من زمان والربع من زمان ما عارفين بعض وردوا على حق بعض. بس مثل ما تفضلت، المناظر هذه اللي يعني أنا صراحة من الناس اللي ضد إن أنا أرسل هذه اللقطات على وسائل التواصل الاجتماعي. أنا أشوف يعني لو تجيني أي رسالة من هذا القبيل على طول أمسحها. نعم. يعني ما أشوف لا فيها فائدة ولا فيها متعة ولا فيها شيء، بس يعني ما أشوف منها أي مبرر. نعم. بس الناس ما أدري تحب يعني. أنا واحد من الربع يعني أمانة يسولف لي يقول لي أخوي طاح طيحة قشرة، صار في يمكن حالة اكتئاب لما شاف مقطع لشخص ينحر. نعم. واحدة من الدول اللي اليوم فيها حروب. نعم. يقول طاح منها ما شالت ريولة بوقتها. نعم. لما شافها يعني جت حالة خلاص طاح. نعم. الولد. نعم. بس أقدر أقول لك قوية. أقدر أقول لك إن اللقطة هذه أخوي أحمد شافوها آلاف ويمكن ملايين الناس. نعم. بس ما اكتئبوا. فالإنسان اللي يقلق أو يكتئب يكون عنده القابلية. فهو مو المنظر بحد ذاته اللقطة، بقدر ما هو الاستعداد الداخلي عند الشخص. اللي هم يكون شنو؟ هم وراثي. هم وراثي، لازم الوراثي داش فيه. استعداد، مو هو الاستعداد من وين جاي؟ أنا عشان كذي والله أقول الكلمة هذه حق اللي راجعوني في العيادة، أقول لهم يا جماعة أنت ترى الشيء هذا ما طلبته. هو شيء مثل موجود فيك من الأساس. موجود من الأساس. يقول دكتور ليش الحين طلع فيني؟ أقول له ما أعرف، ما أدري، لكن الجين هذا مال الاكتئاب ظل خامل طول هالسنين وتفعل. ممكن موقف يفعله يحرك. ممكن موقف، ممكن بدون موقف، ما ندري. موقف عادي. إحنا للحين ما ندري لغاية يومنا هذا ما ندري شنو يفعل الجين هذا في مرحلة. ليش واحد يعني أضرب المثال هذا دائما، يمكن ذكرته في الحلقة اللي طافت أبو بندر عن القلق. أنا قلت لك يعني مراجع بالعيادة عمره 80 سنة، عمره ما شاف طبيب. ذكرته صحيح. عمره ما شاف طبيب ولا شاف أحد، فجأة جت نوبات القلق. نعم. والهلع. لا شاف طبيب، لا شاف شيء، ولا يعني شنو هالجين اللي ظل 80 سنة خامل وتفعل. عرفت شلون؟ يعني ما ندري، قد يتفعل بعمر 7-8 سنوات أو بعمر 40 أو بعمر 60، ما ندري. دكتور غياب الوازع الديني ممكن إنه يحرك مرات أيضاً موضوع الاكتئاب عند الإنسان؟ إنسان مثلاً ما يصلي، تارك، مو ملتزم يعني بالدين، هو في بشكل حيل يعني منحرف مبعد عن الدين. نعم. يعني إذا كان هذه المقولة صحيحة فكل الغير متدينين لازم يكونوا مكتئبين. زين. وهذا مو صحيح. أخذ أي مجتمع ألماني ولا أخذ أي مجتمع ملحد، أخذ أي مجتمع خلينا نقول حتى بوذي مثل اليابان أو إن هل راح نلاقيهم مكتئبين لأنهم مبتعدين عن الدين؟ هو في فكرتين منتشرين عند الناس اللي هم إن اللي ذكرته إن غياب الوازع الديني يؤدي إلى الاكتئاب، وهذا غير صحيح. الدليل إن يوني كثير من الناس الملتزمين وعندهم اكتئاب، يعني ملتزمين بدينهم وبصلاتهم بفروضهم بما جميع الأمور اللي تتعلق يعني بالتدين وبالعقيدة. النقطة الثانية ضمن العامل الوراثي مثل ما أنت قلت، فهذا موضوع مبتعد عن الأمور الثانية. فضعف الوازع الديني أو أنه والله ضعف الشخصية. في ناس يعتبر أن الاكتئاب هو لأن شخصيتي ضعيفة، لأن يوني الأهالي دكتور والله هو منه هو اللي ما يقوي نفسه. أيه. زين، هو منو يبي يصير ضعيف؟ منو يبي يصير مكتئب؟ اكيد ما في احد. احد يبي يصير مكتئب؟ اكيد لا. احد يبي يجيب الكآبة؟ طبعا في ناس احيانا تبي تكتئب او تبي تجيب الكآبة عشان تحصل على شيء. عندها مثل ما اقول يطالع شيء جدا لغاية في نفسي يعقوب زوجوني يعني. مثلا اي اسوي روحي امثل اني انا هذا كذي. بس هذيل كذلك اقلية. نعم. وليس الاكثرية. فلا الوازع الديني له دور مباشر في الاكتئاب، ولا ضعف الشخصية أو قوتها. أنا يوني أشخاص ما تتخيل شنو قوة شخصية، لكن كمان قلق واكتئاب. من الأكثر قابلية للاكتئاب دكتور، المرأة ولا الرجال؟ النساء بنسبة 2-1. دبل يعني. دبل الضعف. ليش شنو السبب؟
مو معروف. طبعا في نظريات، هل هو الدور الاجتماعي للمرأة ومسؤولياتها، هل هو بسبب هرمونات الأنثوية وتغيرها بنظام الشهري عند المرأة قد يحدث إلى نوع من، يعني في عدة نظريات، لكن ما في نظرية واحدة ثابتة إنه ليش الاكتئاب يكون عند النساء أكثر من الرجال. حسب الحالات اللي تهيلك دكتور عبد الله، وأنت ما شاء الله صار لك 20 سنة في هالمجال، من الأكثر اللي يونك مكتئبين، الأزواج ولا العزابية، سواء رجال أو نساء؟ هو يمكن الأزواج أكيد. من الناحية النظرية، من الناحية النظرية زين، إن كون الإنسان أعزب أو غير متزوج أو مطلق عرضة للاكتئاب أكثر من المتزوج. العزب أي والمتزوج عنده عيال ودوخة بالبيت أي. ليش؟ هذه النظريات، يعني هذه الدراسات، عفوا الدراسات الطبية تقول أن الناس اللي ما يكونون على مرتبطين يكونون عرضة أكثر لأمراض الاكتئاب، أو إذا كان حاشهم مرض الاكتئاب ف الطالع مالهم شنو؟ يعني الطالع، كلمة الطالع بالطب إن النتيجة المستقبلية للعلاج، الطالع مالهم سلبي، يعني ممكن ما يكون زين، ما يتعافى مثل اللي عنده أسرة ومثل اللي عنده زوجة ومثل اللي عنده عيال. شنو العلاج الأفضل للمكتئب؟ العلاج الدوائي ولا الاستشارة والكلام والقعدة؟ الاثنين. أنت بساعة ذكرت الوازع الديني، بس أرجع لها نقطة لأنها تتعلق في الناحية السلوكية وفي الناحية الاستشارات. الوازع الديني أحياناً الإنسان إذا قد يمر بظرف، قد يمر بظرف إن مصيبة، وفاة شخص قريب، شيء، شنو اللي يقويهني بهالمرحلة؟ هو الوازع الديني، الصبر، التصبر، إن القضاء والقدر، وإن صحيح. هذا كذا، هذا هو اللي تقوي، وبعدين يصبر وخلاص، يعني يتقبل الموضوع. صحيح. زين، لكن نرجع لموضوع الاكتئاب. فالاكتئاب إذا كان بالدرجة من، إحنا أي مرض عندنا بالطب أخوي أحمد نقسمه إلى ثلاث فئات من ناحية الشدة، يكون بسيط أو متوسط أو شديد. نعم. أوكي. إذا كان المرض في بدايته بمعنى كان بسيط أو متوسط، العلاج النفسي والدوائي متساوين. ماكو فرق بينهم. الكلام والدواء. والدوائي. حلو. أوكي. إذا كان دخل مرحلة المتوسط إلى الشديد، لا هني الدوائي راح يكون أنجع وأفضل، لأن الجلسات، لأن الإنسان يوصل لمرحلة، لما يوصل الاكتئاب الكلام ما ينفع معه، مو الكلام أصلاً، ما يقدر يركز معك. نعم. مو قادر يركز مهما قلت له، ما يستوعب منك، مو قادر يركز، ولا له خلق أصلاً يسمع، مثل ما تفضل ما له خلق يسمع. فيكون كل شيء داون، كل شيء هابط. فلازم، إحنا ما ذكرنا من الناحية الكيميائية، احنا ذكرنا في مقابلة الهلع ان مادة السيروتونين نازلة، ولسبب ما هم في الاكتئاب مادة السيروتونين هم نازلة في نفس المادة، وبالتالي الادوية اللي تعالج القلق والهلع هي اللي تعالج الاكتئاب. ممكن يدش الاكتئاب مع القلق في نفس الوقت عند شخص؟ انا اقول حق المراجعين عندي في العيادة ان القلق والاكتئاب يعني عيال عم. اللي مكتئب عنده قلق جين واحد، لا اللي مكتئب يكون دائما عنده قلق. نعم. واللي يكون قلق عنده اكتئاب. أوكي. فهما وجهان لعملة واحدة. نعم. بس في واحدة تطغى أكثر من الثاني. أعراض القلق أكثر أو أعراض الاكتئاب أكثر. نعم. دكتور عبد الله، أمانة هالأربعين دقيقة مروا مثل الصاروخ. ما شاء الله، خلص. أمانة وصلنا إلى نهاية الحلقة. إذا في كلمة أخيرة حاب تقولها في نهاية هذا؟ لا والله، أول شيء أنا تفاجأت إن 40 دقيقة خلصت. لكن يبين لنا إن فعلًا إحنا، أنا أشكر لكم توجيه الدعوة لي عشان توضيح الجانب النفسي، إن كان قلق، إن كان اكتئاب، إن كان في المستقبل نتكلم عن أمور أخرى. أرجع أقول إن الصحة النفسية ما تقل أهمية عن الصحة البدنية. نعم. وإن الإنسان إذا ما كانت أهم بعد. إي والله، في ناس وايد ناس يقولوا لي دكتور خلي يصير فينا اللي يصير، بس شيل لنا القلق أو الاكتئاب. نعم. فبالتالي نقدر نخفف آلام ومعاناة الناس باستشارة، بعلاج نفسي أو دوائي،
للأفضل إن شاء الله. عساك على القوة دكتور عبد الله غلوم، أشكرك جدا على تواجدك اليوم معنا وتلبيتك لدعوتنا، ونتمنى إن شاء الله. إحنا تكلمنا قبل سنة عن القلق والخوف، وهالسنة تكلمنا عن الاكتئاب، يمكن ضبط حق الوسواس القهري السنة الجاية إن شاء الله. إذا الله عطانا عمر بإذن الله. أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة باكر من سلام يا كويت، مع السلامة.